إنا لله وإنا إليه راجعون. مشاهدينا متابعي كاير لايف قناة القاهرة 24، يعني زي ما حضراتكم شايفين وصول جثمان الإعلامية سارة حسن إلى مسجد السلام لأداء صلاة الجنازة، يعني خالص تعزينا لأسرتها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمها ويتغمدها في واسع رحمته. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا انهيار الأسرة وانهيار والدتها عقب وصول الجثمان. إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا وصول الجثمان إلى مسجد السلام لأداء صلاة الجنازة وتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير، خالص تعزينا لأسرتها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمدها في واسع رحمته. توفيت الإعلامية سارة حسن بعد صراع طويل مع المرض، خالص دعواتنا لها بالرحمة والمغفرة ولأسرتها بالصبر والسلوان. ادعوا لها بالرحمة وادعوا لأهلها بالصبر، طبعا حالة من الحزن الشديد، وشفنا انهيار والدتها